علامات النجاح والفلاح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. محافظتك عليها تحفظ، ويتولاك الله ويقيك ويحميك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وجدت نفسك فرطت ودعتك نفسك إلى شيء من الفحشاء أو شيء من المنكر، فالتفت إلى صلاتك فإن فيها خلل. التفت إلى صلاتك فإنك قد أوتيت من هذه الثغرة، لأنك إذا صححت شأن الصلاة حفظت بإذن الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.